ودعت رعيته كنيسة القديس بولس الرسول في جبيهة نهاية العام 2021 بقداس شكر إلهي. ترأسه الأب سامر مدانات رعي الكنيسة بمساعدة الكاهن سليمان حفاوي وبحضور عدد من أبناء الرعية. وبعد الاستماع لعظة القداس التي ألقاها الأب مدانات، تبادل الحضور التهاني بالعام الميلادي الجديد. نذكر خطايانا ونندم عليها، كل خطايا هذا العام، كل ما صدر منا، ونخص بالذكر من تكبر، من عصيان وعدم إصغاء لكلمة الرب، من اللامبالاة وعدم الاكتراث لحضور الله في حياتنا. خطايا المحبة وقساوة القلب، وخاصة في عدم منح الغفران للقريب والبعيد. خطايا الجسد، الشهوات الجسدية وكل ما يختص بالحواس الخمس بكياننا البشري.